هنشوف دلوقتي جانب من من هم محسوبين على النخبة أو محسوبين على النشطاء أو ما شابه، إزاي هم شايفين الوضع مع دولة الكيان، وإيه رسالتهم أو رسائلهم للشعوب العربية في أمر التعامل مع دولة الكيان. نبدأ تاني من عند وسيم يوسف. وسيم يوسف بيقول لك ايه؟ من أشراط الساعة انقلاب الموازين، من يريد السلام متخاذل ومن يريد الدمار شجاع، من يريد الأمان وطنه الأمان لوطنه عميل، ومن يريد الفتنة مناضل، من يريد التعايش مع الأديان مرتد، ومن يريد الطائفية مجاهد، من يريد الوسطية منافق، ومن يريد التشدد ثابت. نسأل الله سبحانه الثبات على الحق. فهم واخدين الكلام بتاع الأخ وسيم ده، وإيه يا يا زمن كيف تغيرت الأمور، هل يعقل أن تكال الاتهامات للمعتدل ونحن تعودنا على القول خير الأمور أوسطها. هنا طبعا وسيم يوسف يعني نموذج حي للدجال، نموذج حي من نماذج الدجل باسم الدين. صحيح من علامات الساعة انقلاب الموازين، بس أي موازين بقى؟ مش الموازين اللي هو اتكلم فيها، موازين الحق والعدل هي اللي تنقلب، اللي من أساسها أن يكون التعامل تجاه القضية الخاصة بالقدس وبيت المقدس لا تراجع فيه ولا موائمة ولا مساومة. لأن الأخ وسيم يوسف اختزل علامات الساعة في اللي هو قاله ده، وأوله على هواه وعلى مزاجه هو، دون أن يتعرض لحقيقة علامات وأشراط الساعة اللي لا تخلو من المواجهة مع الكيان ودولة الكيان وفكر الكيان ومؤسس الكيان وقصة الكيان كلها. لكن ده المسج اللي تيجي من أناس مرتدين زي الدين الإسلامي، لكن هما في الحقيقة دجالين نصابين صهاينة بكل المعاني وبكل المقاييس. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي قبل ما نكمل وهسيبه لحضراتكم، حضراتكم تفكروا فيه، هل الناس دي صهاينة بالفكر، صهاينة بالميلاد، صهاينة بالاتنين سوا؟ دي حضراتكم اللي تجاوبوا عليها في الآخر حسب وجهة نظركم وحسب تحليلكم للأمر. هنلاقي بعد كده إن أفخاي أدرعي واخد نفس التويتة بتاعت وسيم يوسف ده، وكاتب لك عليها من فوق: نسأل الله سبحانه الثبات على الحق. يا سيدي يا السلام. هنا بقى في 7 نوفمبر 2017 في مقابلة مع قناة بي بي سي في برنامج نقطة حوار، يكشف عبد الحميد الحكيم مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة عن التلفيقات التي اخترعها العرب بإسرائيل وكلها عارية عن الصحة. وعبد الحميد حكيم ده بيقول ايه؟ تكونت صورة لدى المجتمع المجتمعات العربية بأن المجتمع الإسرائيلي يعتنق ثقافة الموت ويريد سفك الدماء ولا يريد السلام. هذا الكلام للأسف غير صحيح. لمست لدى المجتمع الإسرائيلي ثقافة الحياة، لديه مكاسب يريد الحفاظ عليها، مجتمع فيه ثقافة التعايش، مجتمع يريد السلام. ده كان نموذج لواحد من المثقفين أو النخبة، أو احسبوه بقى حضراتكم زي ما حضراتكم عايزين يعني تحسبوه. ده كاتب كويتي اسمه صلاح الساير، له مقالة في صحيفة الأنباء الكويتية إن عدد السكان في دولة إسرائيل لا يتجاوز 9 ملايين نسمة، في الوقت الذي تحصل الدولة على 20% من الاستثمارات العالمية في مجال الإنترنت والأمن السيبراني الذي أصبح يمثل الركن الأهم والأساس في السياسات الأمنية الأمريكية والروسية والصينية ووسائل الدول الأخرى. أقول
كل عاقل يتأمل في هذه الحقائق ويتطلع إلى المستقبل يدرك مدى هشاشة وخبل وعبثية شعار الموت لإسرائيل. طبعا هم واخدين الكلام وزيتين بيه جدا وعاملين بيه فرح العمدة. يعني الرسالة اللي بتتمرر وهي نزع فكرة العداء، نزع فكرة العداوة، نزع فكرة أن هذا الكيان وأن هذه الدولة محور للشر، محور للاغتصاب، محور ل يعني سرقة الحقوق والاستيلاء عليها، ومحاولة يعني إيه محو جرائمهم على مر التاريخ. كده بجرة قلم من كل واحد من الكتاب والصحفيين والنخبة والمفكرين اللي منتشرين في جسد الأمة العربية. لكن بصراحة هنا لازم نقف والأول نحمد ربنا ونشكر فضله ونشكرهم على غبائهم، ونتأمل يعني الآية القرآنية حتى إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. فالمعنى مش بينطبق بس على مجيء شعب دولة الكيان لفيفا ويعني أمما من كل مكان في الأرض، لكن الحقيقة هم بيقوموا بدور كبير جدا، مشكورين بأن هم بيجمعوا لنا الصهاينة العرب عندهم عشان نعرفهم كلهم شقلة واحدة ما نقعدش ندور عليهم. فاحنا بنشكرهم على ان هم الحقيقة يعني عاملين تجميعة لطيفة جدا من اسماء وصور وبيانات للكثير من الصهاينة العرب الذين اعلنوا ولائهم وانتمائهم ليهم. ده هيسهل مأمورية كبيرة علينا في المستقبل من احنا نعرف مين دول وكانوا فين وبيعملوا ايه بالظبط. فبنشكرهم لان هم الحقيقه يعني وفروا علينا مجهود كبير في النقطه دي. نكمل. ده واحد اسمه عبد الله ابو غوش، مواطن عربي في دوله الكيان، يعني المفروض ان هو اصلا فلسطيني، فبيقول لك اسرائيل هي بيتي وحياتي ووجودي وفخري، هناك الكثير من الناس في العالم لا يعرفون أن مليوني عربي يعيشون في إسرائيل، يستمتعون، يقضون أوقات جميلة ويدرسون، هناك العديد من الأطباء والقضاء ولديهم نفوذ أكثر من رئيس الوزراء نتنياهو. أنا فخور بأن أكون جزء من هذه الدولة. طبعا هم واخدين الكلام وبرضو عاملين بيه فرح العمدة. فالفندي بيروج ان هو عايش يعني في الدولة النموذجية اللي مفيش منها يعني اتنين، ملهاش مثيل، هو عايش في الجنة على الارض واخد حقوقه وله نفوذ ومكسر الدنيا، ونتنياهو يعني بالنسبة له ولا حاجة. فدي كلها نماذج بيتم ترويجها ويتم استغلالها لغسل عقول الشباب، ولازم ننتبه كويس جداً بأن الناس دي 90% من منشوراتهم سبونسرد، مصروف عليها، بتعمل لها حملات ترويجية لاستهداف شرائح محددة عمرية واجتماعية وجنسيات محددة إلى آخره. فالناس دي عارفين هما بيعملوا إيه كويس جدا، وياريت نفتكر مع بعض في العبث والعابثين لما فتحنا ملف كرة القدم وفتحنا ملف محمد صلاح، وانا جبت لكم من على صفحة اسرائيل بالعربية القصة مشيت من الاول ازاي في التخطيط لاصابة محمد صلاح قبل نهائيات كاس العالم 2018. المهم نرجع ونكمل. ده نموذج من النماذج اللي هم بيستعرضوها وبيروجوا لها. ده واحد اسمه حسين الشبوكشي، بيقول لك بقى ايه، ده بيفتي، ده بقى ايه برضه، هو داخل بيفتي فتوى مهمة في التعامل مع اليهود.
أمرنا الله أن نود أن نود ونبر اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من يهودية وعقد اتفاق تعايش سلمي مع اليهود في المدينة المنورة، ورهن درعه عند جاره اليهودي، ووقف بجنازة اليهودي، ووصف القرآن أهل الكتاب أنهم ليسوا سواء. أيوة، وكل هذه الإشارات الإيجابية جدا يتم تجاهلها. الباشا بيفتي، بيفتلنا أن الله أمرنا أن نود ونبر اليهود. لا، مش عارف أمرنا فين أن نود ونبر اليهود دي يا أخ حسين يا شبوكشي. مفيش أمر بكده، الأمر بأن احنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ده الأمر اللي جاي لنا. أما بقى الكلام عن أهل الكتاب بعد كده في تصنيفات بقى. أنت قلت إيه؟ برضو واخد كلام حق تريد به باطل. ليسوا سواء، ما احنا عارفين ان هم ليسوا سواء. انت بقى رايح للي هم ايه شمال وتقول عليهم ان هم دول اليمين، بتعكس الايه. انت بقى بتسقط الايه على حسب هواك الصهيوني. فده نموذج من النماذج اللي بيكتب في صحف وفي جرائد وما شابه، وبيكتب في صحيفه الشرق الاوسط مش عارف تاريخ 2019. طبعا هم برضو واخدين الكلام بتاعه وعاملين عليه هيصة والليلة وفرح العمدة وزيتين بيه وبيروجوا من خلاله. ده بقى فاجئنا في أجواء 2020 بأن حدفنا بالتويتة دي. ده واحد اسمه تركي الحمد، أنا معرفش يعني جاي لنا منين، بيقول جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. يا سلام. يا صلاة الزين، جاء رسولنا الكريم ليتمم مكارم الأخلاق. مش هتفت انت، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انما انا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك جاء رسول الله، ما جاش عشان يصحح عقيدة إبراهيم الخليل. وجاء زمان نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. الله عليك، يا سلام، يصحح عقيدة محمد بن عبد الله ولا يصحح عقيدة المسلمين؟ يصحح عقيدة المسلمين، مش يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. عقيدة محمد بن عبد الله صحيحة وسليمة وزي الفل وما فيهاش شائبة. المسلمين هم اللي انحرفوا، هم اللي يعني تلوثوا، هم اللي تحزبوا، هم اللي تمذهبوا، هم ده المسلمين. فاللي يتصحح يبقى عقيدة المسلمين ان هم يرجعوا الى عقيدة محمد بن عبد الله، لما ارساه محمد بن عبد الله، لما جاء به محمد بن عبد الله. لكن هو الهدف اهانة محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. الهدف التقليل من شأنه، الهدف التمهيد لفكرة ان العقيدة تحتاج الى تصحيح. عقيدة الإسلام في حد ذات الدين في نفسه يحتاج إلى تصحيح، عشان نروج لفكرة في الآخر. أصل الأديان كلها على باطل، فإحنا بقى محتاجين الدين الإبراهيمي اللي هيجمع بقى الليلة كلها وهيصفيها وينقيها ويحط حدود يعني لكل الخلافات ولكل المشاكل. فإحنا عشان كده محتاجين اللي يصحح عقيدة محمد بن عبد الله، اللي هو هيبقى بقى الدجال، اللي هو هيبقى الدجال. لا يسموه بقى اي اسم بقى، يعني يخرج تحت اي مسمى بقى، المسيح، الاله، النبي الخاتم، النبي المختار، اي حاجه بقى حسب ما يجي على هواهم. ده واحد اسمه فاروق يوسف، وده كاتب بيقول اسرائيل لم تنشر الفساد في العراق ولم تشعل نار الحرب في سوريا. بيفكرني باللي اسمه صلاح مش عارف ايه ده الكويتي اللي قال نفس الكلام. ويعني لاحظوا السكريبت بتاع ان اسرائيل ما عملتش حاجه من كده متكرر بقى على ايه؟ على لسان اكتر من صحفي واكتر من كاتب. ولم تحرم الجزائر، ولم تدفع بلبنان الى الافلاس، ولم تحرم الجزائريين من سراب بلادهم وتجعل منهم رهائن بوصلة الجيش الذي يحميهم من القتل مقابل نهب ثرواتهم. ودي طبعا هم نفس الكلام بتاعه وزيتين بيه وعاملين بيه فرح العمده.
ده بقى لطيف خالص، اسمه دكتور عبد الله السرامي، بيقول لك: العدو الصهيوني الشقيق، أتمنى من هذا الجيل ألا يحكم على إسرائيل من باب العاطفة والتعاطف مع الفلسطينية أو النظرة القومضية أو الصحوجية، وأن ينظر هذا الجيل بعين العقل والمنطق والتعايش، وإسرائيل لم تضرنا ولو بالكلام، بعكس ما يفعله الفلسطينية والدولة الإيرانية وميليشياتها الإخوانجية. هما بقى واخدين الكلام وكمل لك إيه: تحكيم العقل بدل من العاطفة هو المنهج الذي يمكن اعتماده لحل المشاكل العالقة، والجيل الجديد أكثر انفتاحاً على الإمكانات المتاحة للسلام والازدهار في المنطقة. طبعاً كل إن هو وصف هؤلاء بأنهم شعب شقيق، دي واحد. اتنين، الرسالة بقى اللي هي بتاعت إيه؟ دعوكم من فكرة الإيه؟ العاطفة والتعاطف مع الفلسطينية، مع القضية الفلسطينية، وكأن بيت المقدس والمقدسات قضية سياسية. هي دي، ادي اتنين. تلاتة بقى، سيبكم بقى من القومجية ومش القومجية والكلام ده كله، سيبكم، دعوكم من كلامه عن الصحوجية، خلينا في القومجية. القومجية هو يقصد هنا القومية العربية، القومية العربية اللي هي مش هتخرج عن معنى قومية اللسان رقم واحد. القومية العربية رقم واحد هي قومية لسان، ليه؟ لأنها لغة القرآن الكريم، فالأمة العربية أمة إسلامية، يجمع ما جمعها في اللغة العربية هو القرآن، لولا القرآن ما انتشرت اللغة العربية في ربوع الأوطان العربية. فالقومية قومية لسان رقم واحد، فسيبكم بقى من القومية العربية دي، خليكم انتوا بقى ايه مع اسرائيل، و يعني نشغل مخنا والمنطق والتعايش والسلام والهمبكه والكلام ده كله. بيقول لك بقى الاجيال الجديده اكثر انفتاحا، الاجيال الجديده اكثر انفتاحا، الاجيال الجديده دي من اهاليها، الاجيال الجديده دي من رباها، الاجيال الجديده دي يا ترى اهاليهم زيهم بس كانوا خلايا نايمة؟ ولا أهاليهم انفرط العقد من بين إيديهم ومعرفوش يسيطروا على عيالهم؟ ولا إيه بالظبط؟ ده اللي هتكشفه الأيام، زي ما قلت لحضراتكم: هل هؤلاء صهاينة بالفكر أم صهاينة بالميلاد أم بالاتنين مع بعض؟ بعد كده واحد تاني بيقول لك عبد الرحمن العكيمي، ده كاتب سعودي: ماذا لو أصبح لدينا علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية مع إسرائيل تشبه علاقات دول سبقتنا إلى التطبيع مثل الأردن ومصر وتركيا وقطر؟ هل سينظر إلينا بنفس النظرة، أم أن تطبيع تلك الدول متاح ومباح وعلينا نحن في نظرتهم ومعيارهم جريمة وخيانة عظمى؟ طبعا كلام برضو حق يراد به باطل، وانا هتكلم تحديدا عن مصر، باقي الدول اللي هو ذكرها دي ما تخصنيش، هم اعلم بحالهم. مفيش تطبيع حصل مع مصر، اللي حصل مع مصر اتفاقية سلام بناء عليها بقى فيها علاقات دبلوماسية وسياسية وممكن تجارية واقتصادية، اما تطبيع شعبي ده ما حصلش، تطبيع ثقافي ما حصلش، تطبيع اعلامي ما حصلش. عشان بس ايه ما حدش يقعد يقول لك ايه اصل في دول سبقتنا. لا يا حبيبي، ما حدش سبقك، ده واحد. اتنين بقى، مصر تحديدا اتفاقية السلام بتاعتها بناء على حرب، بناء على حرب سبقتها. انتوا بقى بالصلاة على النبي، ايه بقى اتفاق، ايه الحرب اللي سبقتكم مع اسرائيل؟ حرب اكتوبر؟ طب ما هو كان الراجل من الاول بيقول لكم تعالوا، مش حصل؟
يعني بس اللي هيلبس القميص ده، اللي ناوي يلبس القميص ده الراجل من 46 سنه قال لكم تعالوا وخونتوه وعملته وبتاع، ويوم ما مات رقصته على جثته. اشمعنى النهارده بقى حلو مش عارف لمين ووحش لمين؟ لكن هي افكار بتمرر بحرفيه وبمكر وبدهاء وبدحلبه كده مسمومه لاجل تفريغ العقول من حقيقه العداء. لازم نبقى صريحين في الكلام. في عداء؟ في عداء مع الفكر الصهيوني. نحن لا نعادي اليهوديه. لا نعادي الدين اليهودي. لا نعادي اليهود. الا المتصهينين. الا المتصهينين. فدي نماذج من ما يسمى بنخبه وكتاب وصحفيين. ده واحد اسمه حمد الحواسني. ماذا استفاد العرب من معاداة اسرائيل؟ وهما بقى ايه طرحين السؤال بتاعه، بيقول لك ايه بقى استفادته ايه من معاداة اسرائيل؟ سؤال طبعا قصير جدا وفي منتهى الخبز. عشان تجاوبه محتاج بقى ايه تفرد كلام كتير. بس اهم حاجة استفادها العرب من معاداة اسرائيل انهم لم يدخلوا تحت مظلة الدجال. دي اهم فايدة. لو مفيش فوائد تانية غير دي شكرا. لو مفيش فوائد تانية غير كده متشكرين. ده واحد اسمه سعود الفوزان. اخواني العرب شبعنا من كلمة سوف نرمي اسرائيل في البحر. اليهود هم اخوانكم ابناء ابراهيم عليه السلام الذي تحدث الله دون غيرنا. معرفش ايه تحدث الله دون غيرنا دي، مش عارف يعني، مش عارف يقصد بيها ايه بالظبط، ما مش فاهم يعني، بس ما علينا. بس اهم حاجه ان احنا ايه دول ابناء ابراهيم زينا، البيت الابراهيمي بقى وديانه الابراهيميه وهنجتمع كلنا وحاجات كده. ف ده تاكيد للرساله بتاعت انسوا بقى العداوه، فككوا بقى مش عارف من ايه، سيبكم من القوميه العربيه، سيبكم من يعني نبذ التعامل مع الكيان ودوله الكيان، افتحوا قلوبكم، افتحوا جسور الموده، مدوا ايديكم مش عارف ايه، كل بقى الايه الكلام الهمبكه ده. ده الاخ اللطيف ده بقى ايه برضو كاتب نفس الكلام. ده اسمه ابو مشعل الودع الحربي. اسرائيل اليوم منفتحه على شعوب المنطقه وتمد لهم يد السلام، لا حل لازمات المنطقه اذا ظلت اسرائيل بعيده عن جيرانها وهي واقع موجود ولابد من التعايش معها. يعني من الاخر اقبلوا اسرائيل عشان تعيشوا. يعني اذا كنتوا عايزين تعيشوا في سلام وفي رخاء وتوصلوا للتقدم المنشود ليكم كشعوب عربيه، قبلوا اسرائيل. ما قبلتوش اسرائيل، العكس صحيح. طبعا يعني ربطا سريعا كده، بالبعض كان بيسال ازاي جنه الدجال تتحقق على الارض وازاي ناره، او ده مثال. هتقبلوا باسرائيل هتنالوا الرخاء وتنالوا التقدم وتنالوا السلام وتنالوا مش عارف الايه. مش هتقبلوا باسرائيل يبقى انتوا هتشيلوا الطين وحياتكم هتتشقلب وتنقلب راسا على عقب. فده معنى من معاني جنه الدجال وناره على الارض، وده نموذج للي بيروجوا له لجنته ولناره. وارجو نتوقف عند الجنه والنار بتوع الدجال اللي احنا هنرجع لهم في الاخر. ده الافندي ده بقى في 2021 خرج علينا بقى بيكمل الكلام اللي قاله تركي الحمد، ان النبي محمد هو من ظلم اليهود وعلى ايه؟ معلش يعني، وعلى الإدارة السعودية التعويض لهم. أولا هو بيسعود سيدنا النبي، يعني سيبك بس حتة إيه ظلم اليهود دي، بيسعود سيدنا النبي. خدوا بالكم من الموضوع ده، بيكون إن هو بيقول على الإدارة السعودية تعوضهم بصفتها إيه الإدارة السعودية تعوضهم؟ بصفة إن النبي يعني من الجزيرة، فالنبي كان سعودي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سعودي بأثر رجعي.
مش كده؟ ده حاجة. ظلم اليهود بقى، سيدنا النبي هو اللي خان العهد، وهو اللي نقض الاتفاقية، وهو اللي فتح أبواب المدينة من الخلف، وهو اللي عرض نساء المسلمين ونساء آل البيت ونساء الصحابة للخطر، وهو اللي عرض بيوت المسلمين لتسلق اليهود عليهم، وهو اللي عمل كده. والنبي هو اللي حط ايده في ايد الاحزاب، وهو اللي عمل كده. طبعا لو حد جه بقى اتكلم عن حاكم، عن رئيس، عن ملك، عن بتاع، وقال كلمة زي كده يروح ورا الشمس يتنفخ. لكن سيدنا النبي عادي، محمد ده اخطأ. مش كان التمهيد من بداية ان النبي اخطأ مع سي عمرو خالد من بتاع 20 سنة كده، ايام ما كان بيعمل البرامج اياها بتاعته دي؟ وبعدين بقى اصل محتاجين يجي صح عقيدة محمد، ومحمد ظلم اليهود وبتاع كده، والمسلمين عادي بقى عيش حياتك، كل واشرب واضرب الحبايه الزرقاء، المهم انت تبقى تمام وزي الفل. مش مهم اي حاجه تاني، مش مهم، كبر دماغك. وهنيجي للكلام ده دلوقتي، لان هم رسائلهم الباطنه في الامر ده لا كبيره جدا، كبيره جدا. النبي محمد هو من ظلم اليهود، وعلى الاداره السعوديه التعويض لهم يرحمك. ده بقى ختامها مسك ده. محمد العيسى: الهولوكوست جريمة نازية في حق الإنسانية لا يمكن التقليل من فظائعها. وهما بقى طبعا زايتين على كلام اللفندي، وطبعا اللفندي راح رايح بعد كده زار مكان الهولوكوست وصلى هناك ودعا لشهداء الهولوكوست. دول شيوخ، دول صحفيين، دول نخبة، دول مفكرين بأسماء عربية ومسلمة وبجنسيات عربية، ولكن انتمائهم الواضح والصريح والعلني هو للكيان ولدولة الكيان ولفكر الكيان. وهم يروجون لجنة الدجال، ويعني يحذرون بناره. لازم ننتبه للمعاني دي كويس، وناخد بالنا بتتمرر ازاي، والفكره جايه منين ورايحه فين. ومتى تنتهي هذه الكره؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فان شئتم فاطيلوها، وان شئتم فقصروها.